خويا عندي مرض مزمن، عندي السكر ملي كانش عندي 11 عام. عندي السكر عادي، ما عندي كندير الانسولين ديالي عادي، عايشة بخير. من بعد جوش ودرت الليزر لعيني، كانت تقص لي الشبكة جاية، درت الليزر شوية دابا الحمد لله، ولكن عشان ولي كيطلع لي الطونسو، طلع لي في الحمالة ديالي. صافي كيموتو لي جوج وليدات، وكيموتو لي كل 6 شهور كنفتح عليهم. من بعد ولاو قالوا لي راه الكلاو بداو كينشفو عندك، بقيت كنمشي للمريض وكنجي كنمشي كنجي، ما دايروا معايا والو، ما كيديروا معايا والو. واحد النهار صافي تخنقت، ما بقيت كنطلع ما كنهبط. صافي دخلوني الانعاش، من الانعاش داروا لي حصه ديالي غير من الفخذ، غير شي يحيدوا لي في النهار. من بعد بقيت كنمشي وكنجي عندهم، كنمشي وكنجي، تقهرت صافي وتنفخت، ما كنتش هكذا مازال دابا شويه. كرشي عمرت ليا بالماء، تنعم ما بقيتش ما كنعش، كنبقى بحال هكا باك. رجليا تاهما بزاف تنفخو، ما كنمشيش غير في الكروسه وكنجي، كنمشي كنجي، ما داروا معايا والو المده وقيله من رمضان، لدابا. صافي حتى لشهر 9 وقف معايا واحد ولد خالتي الله يجازيه بخير باش تعاونوا معايا شي ناس. درت مع درت تشيو باش ندير دابا ديالي، باش كندير ديالي شتي كاينه. عاونوني الناس، درتو 90,000 ريال في كلينيك. صافي من بعد بقيت كنقلب تاني على الجمعيات، كنقلب لقيت جمعيه. دابا عندي حصات، ثلاثه الحصات في السيمان خصك ضروري تخلص، يعني كل حصة تخلص، تحاليل، راديو، تلفازة، بزاف مركوب، خاص غير مدي ما تاكل. يعني ماشي داكشي ديال الشهر، ولا شهرين، ولا المرض ديال يعني الله يجعل سيدي ربي يعفو عليا ويشافين. كنتمنى من سيدي ربي، انا باقا صغيرة يعني، ما كنتمنى من سيدي ربي يشافيني، والناس المحسنين اللي كيشوفوا فيا، اللي عنده اللي قادر باش يعاونني يعاونني، شي اللي كنتمنى يا ربي. لازم في الصور ديالك واش كان عندك هذا المشكل ولا ما كانش عندك؟ لا ما كانش عندي. في العائله ديالك ما كاينش حاجه وراثيه في العائله ديالك عندهم نفس المرض اللي فيك انت؟ لا، لكن عادي بالقوات. هادشي اللي كنتمنى اخويا يا ربي، الله يسهل هادشي اللي بغيت. انت في الاول ما تقبلتش، عرفتي جاتني صعيبه، وكنت انا اصلا كنتهرب، هما هما كانوا معاونينيش حتى التحاليل. عرفتي شحال كون وريتك شحال قطعت، كتوقف عندهم سيري دير هاد التحليله، بعد ما كنجيو حتى 10 ديال الليل 9 ديال الليل، سيري دير هادي، سيري تسني التحليله تخرج على 3 سوايع، عرفتي التكرفيس ديال بصح. صافي انا وليت كنقول محاشره، ما عنديش الامكانيات. صافي وليت شاده فريش، ماما كتقولي انا ما لقيتش ما ندير لك، ما بغاوش يعاونوني. حتى الدم كان عندي وصل 3 فقر الدم 3، ما تنزيدش ما كان الفقر حاد. كيقول في الاخر عاد قالوا لي غنجيوك من الاخر، حنا ما بغيناش نديرو لك الدم، حيت ميريزكو كيصيفطوني ل 20 غشت 20 غشت، قال لك لا حنا ما نقدروش نديرو لك الدم، تقدري تموتي لينا في ايدينا، حيت الكلاوي ما كيدوروش، وين هما الكلاوي اللي غادي يدوروا لك الدم؟ وحنا ما كانوش كيقولوا لنا هادشي في الاول، سير جي ما يمكنش، كتقول لك ما يمكن ما نقدرش ندير لك، خاصك هما يديروا لك الدياليز ويديروا لك الدم. كنمشي ديري على برا ما قدرتش. ملي كنمشيو عندهم المريض، كيقول لك لا حنا ما نديروش لك هذاك الدياليز، درنا لك المره الاولى عتقناك، ملي شنت بحاله صافي ما بقيتش كنتنفس كاع، هذاك الماء وصل لي حتى للريه، هذيك الريه ديالي عمرات. شنو كاين اخويا؟ الله يصوب من عنده. وكنتمنى من ما ديرش بطاقه الرميد؟ عندي. ما كتقدميش هذيك البطاقه في واخا تقدمها، واخا هذا كنمشي للميريز وكنوقف، كنمشي بعد البلاصه ديال 31 ديال الكلاوي ديال الدياليز، كيصيفطوني يقول لي ما يمكنش نقبلوك انا، سير رجعي لارجع. واخا لاكارت ديال الدياليز، واخا كتوريهم لاكارت ديال الرميد. لا ما كيقبلوش، سيري طبيعي ها، وسيري تسني جوج سوايع، كنتسنى غير باش ندخل الارجو. ملي كندخل كيقول لك تسنى، حنا غنعيطوا لك على الطبيب ديال الكلاوي من 31 ملي كيجيك ما كيدير معايا والو،
قال لك ما التحاليل قال لك شوفوا التحاليل شوفوا التحاليل واش نديروا لك واش يمكن لك الام ديالك قال لك سيري ديري التحاليل سيري ديري التحاليل كنمشيو ديروهم على ثلاثه السوايع عاد شي يخرجوا داك اخويا هما جاوني من الاخر قالوا لي هنا ما غنديروش ليها ديرها سير دقي الجمعيات علاش ما يديروش الجيريز قلت لا ما نديروش عندنا بحال هكا قال حنا ما نديروش ما عرفتش قال حنا كنشدوا صحاب يرجو كيجيو ميتين كنعتقوهم صافي اما هذه راه عندها مرض مزمن غتبقى ديرو طول حياتها خاصكم تدقوا مركز قلت له دير انا ما لقيتش ما عرفتش مشيت جيت انا ثاني للسبيطار الحومة ديال عين حروده عطاتنا ورقه يرجو من المحمديه ومن المحمديه تا هما عطاونا ايرجو دينا تالي بديت انا اللي كنت كنفط معاها في لابيلانس صافي ملي كنمشيو ندخلو كتقول لك سيري ديري ليا التحاليل كنضطر نخرج نديرهم برا داخل الا درتي غتبقى تسنى فيهم ما يخرجوش لك دغيا وهي مغطى صافي ما كتقدرش تنفس يا اللي كنخرج نديرهم برا كل تحليله وشحال دايره ملي كنرجع عندهم كتقول لك صافي ما كيشرحوش لك كيقول لك واحد كيقول لك هذاك التشيو حيت داروا لي التشيو ديال الفخذ ويحيدوا لي اش كيقول لك غادي التشيو غديريه وغات في النهار كتحيدي ولكن هذا ديال الكشف هذا كيبقى يقدر يبقى لك عام ما كانوش كيشرحوا لينا كنا فلوسنا كانوا كيمشيو ما شحال مشاو لي ديال فلوس في التحاليل كون يعني مشيت من المره الاولى مشيت كلينيك ودرت هذا وكورا بدا شويه انا بقيت شايف شي واحد الدرجه ما تشوفنيش كيما هكا دابا كلشي هكا شحال كتقال لا كانوا يديروها هما مره وحده داروا لي وحيدوا فابور في نهاري وخرجوا انا خرجوني في نهاري ما حنا كلها كتعمر دميات وكتمرض صح الا ملي درنا لي هذا دابا راه كنديروا فواحد جمعيه الامل هي في محمديه وانا تغلبت اخويا غير في دوك كل سيمانه خاصني 6000 ريال ومن غير مركوب وما خداماش وانا كنخدم قسما بالله راه واحد السيده واجد هو اللي جابني على الموطور هو كيشهد واحد الشهاده لا راني نار خدامين وسيمانه باركي راك عرفتوا الحركه كيفاش دايره صندوق التجاره ديال دي سي مره خدامين مره ما خدامينش موسم فلاح انا دابا قسما بالله لا جيت دابا من طلبت على السيد جابني حيت قالت لي راه جايين عندي دابا انت كتشوفي بنتك كتقطع وما قادره دير لها والو ما قادراش هذا هو اللي ما نكذبش عليك تعذبت انا الحاله تشوفو تعذبت هادشي بك شنو رسالتك اللي بغيتي توصلي للناس المحسنين والناس المسؤولين كنطلب من الله والمحسنين يعاونوا هاد الشاب حيت انا تغلبت هي راه مزوجة ولكن هي الراجل ما عرفنا تقهر ما عرفنا مابقاش بغاها دابا هي جالسة عندي انا بقى ما درت معاها حتى حاجة بقى ما مطلقاش اخويا الراجل هو ما خدامش الراجل اخويا تا هو ما عرفتوش حنايا دابا هي راه خارجة من الدار راه تقريبا كيقول لك كيقول دابا نهضر معاه كيقول دابا غادي نرجع راه في امكان باش يرجعني ونعيشو عادي وداك الشيء اللي كاين ولكن يقول لك انا غادي نتغلب انا مغلوب في هذا المرض اش كيخدم هو اش كيخدم سيكليس يقول لك انا مغلوب واصلا ماشي ما كان في واحد الوقت كيجري معايا كيمشي معايا الميريز بو كيهزني كيحطني فهمتي وكيقول لك ما باغيش يرجع عاوتاني يقول لك كان كيتقهر داك اصلا داك ميريز بو ما نقولش لك خايب والله كيقول لك دابا غنرجع عاوتاني نفس المشكل وغنعي عاوتاني وغنرجع لو ما خلاك يقول في دارك دابا انت جالسه في داركم ومفروقه عليه قبل من رمضان علاه غيدخل رمضان عمرو سول فيك عمرو خلي على هذوك الاخرين نعم عمرو سول فيك عمرو صرف عليك لا كنت قبل من قبل من ورا رمضان من ورا رمضان ورا العيد كنت نعس كان شدني ميكرو في نبوله وداروا لي تيو داكشي كان ديك الساعه شويه كيجي معايا الدواء كيمشي معايا كيجي معايا من ورا ما عرفتش انا واش تغلب ما كيبغيش يجاوبني في التليفون دابا انت امراه مزوجه براجل ملزمه منه ماشي امك ولا داركم اللي غيهزو الراجل دابا سؤال واضح واش كيصرف عليك من نهار جيتي لداركم ولا لا؟ لا لا والو الاجراءات اللي كديري معاها في كديري معاها في القانون انا اخويا ما كنتش نقدر بغيت نمشي للمحكمه وندعي ونهضر على راسي ولكن قلت لكم ما كنتش وقيلا لقيت الكروسات تحت بانت لكم هي كنت كنمشي فيها ونجي فيها ما كنقدرش يلاه حليت عيني والماكله ديما انا شبعانه
وفقر الدم، وديما انا يمكن ناكلش ديما، واخا تحط اللي تحط حدايا ما ناكلش، ديما نحس براسي ديما هذاك الماء اللي واصل لي هنا ديما مشبعني، ما قادرش بقيت كنقدر لا نشرب الماء لا ناكل لا والو. حيت راه واجب عليه لانه يوقف معاك ماشي واجب عليه، كون يدير لي واخا 500 درهم في الشهر يعطيها لي يعاوني بها مزيان، ولكن هو ما عرفتش انا وليت غير يهضر معايا فاش نهضر معاه في التليفون، غير يقول لي انا ما عنديش ولا ما عنديش نجيب لك الدواء ولا هذا وسمحي لي ولا هذا، هذا كيبقى فيه ماشي يجاوبنيش علاش ما كيجاوبنيش. دابا انت عندك بنادم يعتذر، دابا انت عندك هاد الامراض وزيد عليها العصاب والضغط وكذا. اخويا انا اصلا ما نكذبش عليك، اصلا العصاب اللي وصلني لهنا ما انا في شكل ما كنشد في خاطري وما ما صلحش لي الجواج ما تفهمتش معايا. واخا انت كنتي مريضه بالسكر بنت 11 عام تزوجتي شحال كان في عمرك؟ دابا 6 سنين باش مجوجه 22. كيفاش كنتي عايشه مع هذا الراجل في الدار ديالك؟ نقول لك في انا الشهر الثاني ديال جواجي ما ولفتش وما كنتش كنعس، وليت صافي مشاكل بداو يبانو صافي عينيا ولا كيبان ليا الضبابه بهم، عاونتني فيهم ثاني يوم مع 20000 ريال ديال الحصه كنت كندير 11 حصه. مع والدي؟ كانوا مشاكل عائليه؟ شويه ما اغلبيه من عنده هو. شنو مالو؟ اغلبيه ماشي قبل ما الساده المشاهدين باش يتعاونوا. اغلبيه ما عنده ما كيحترمنيش هضره شي ما كيسمعش، باغي ما واحد الانسان باغي ما تحكميش فيه، باغي يبقى ديال راسو، باغي بحال ما يدير اللي بغى، يخرج وقت ما بغى، يدخل وقت ما بغى، ما تعطل ما مشي شغلك انت فيا فهمتي. تعديل واش كان كيعصبك؟ هادشي كان كيزيد المرض؟ كان كيعصبني، كنهضر معاه يعني تفاهم معايا نهضروا كلشي بشويه بلاتي احسن، وما ما تحكم ما ديريش ليا خليني على خاطري فهمتي من النوع. هو قال لي فمو قال لي انا ما كنتش كنصحاب ليا جواجك، ما كنصحابش ليا المسؤوليه بحال هكا على ندم. ما عرفتش كان كيصحاب لي ما مفهمتش انا، من بعد كيبقى كيقول لي بزاف اش غنقول لك بزاف، كيبقى كان كيمرضني كنجي لدارنا كاع كنتخاصم انا وياه نجي لدارنا بقى يقول لي انا ما شفتش معاك والو، ما شفتش معاك لا ولادنا، انا مني تجوجت بك وانا الله والله انا ما عرفتش انا اش غن. كره المشكل ديال الحمل اللي كيخسر لك يمكن هو اللي كان كيجعلو خايب معاك؟ لا في الاول كانوا مشاكل بيني وبين امو في هذاك الحمل الاول، تعصبت و هادشي كلشي بقا كطلع وتنزل هذاك على 9 شهور صافي غادي نولد صافي الطونسيو طلع ليا كامل بيت هذيك الليله كنت راعد وكرشي الغد لي صافي مبقيتش كنحس كرشي مشي دوز حسيت لقيت بنادم مات ليا في كرشي، من وراها عاوتاني كنت كاري يعني انا وياه خرجنا ما تفاهمناش مع دارهم، خرجنا كرينا ثاني ما ثاني انا غنولد قريبا ولد ثاني ناضو شي مشاكل مع مولات الدار ومعاه، وبقيت كنجمع هذاك الرحيل كامل بوحدي هو خدام كنهز في التشقول ودفع هادي وجر هادي وهذا ما كاينش هو هنايا فهمتي، نبقى نعيط عليه كل فلان اجي جيب لي ياساك فاش نجمع جيب لي هادي ما مسوقش ما كاينش بعدا كي بقيت كنتعصب تعصبت مع داك الشيء صافي. هذاك الليله ثاني جيت جمعت داك الشيء جا من دارنا هذيك الليله ثاني الغد لي حسيت مع فايته هذا بحال حسيت في نفس الليله الغد لي مشيت كان نفس المشكل على 9 شهور. ملي كتشوفي الطبيب اش كيقول لك على القضيه ديال الحمل اللي كيخسرها؟ كيفاش؟ ملي كتشوفي الطبيبه ولا الطبيب اش كيقول لك على المشكل ديال الحمل اللي كيخسر؟ الطونسيو الطونسيو هو اللي كيطلع الطونسيو ديما كان كيطلع. ودابا الطونسيو كنتعصب صافي كي الطونسيو ضرب لك الشبكه ضرب لك الكلاوي هادشي كاع كله سبب الطونسيو الطونسيو انا كنشهد به الطونسيو خطير اكثر من السكر. كان دابا اش كيدير ها هو عادي دابا نهضر معاك عادي، ولكن لا تخلعش ولا تعصبش مع شي حاجه كيترفع بالزربه. قال لي الطبيب انت مني ما منتيش شتي بعدا باقا يعني بامكانه يضرب لي انا كامل يعني الموت ماشي غير داكشي اللي في كرشي. ايوا دابا الحمد لله ودابا كلاوي ريتاتك الناس المشاهدين وليت في الديالي الحمد لله، وكنت متقبله هذا المرض كاع وكنت كنخاف والصراحه حتى فاش كنت كنمشي لميريز واخا ما كيمني ما كيديروش معايا شي حل ما كترتش معايا انا بحال كنفرح واخا انا محتاجه لهذاك الدياليز، ولكن بحال كمني كيرجعوني بحال كنفرح بحال ما باغاش باغا وما باغاش مخلوعه
ما قادرش نعطي راسي لديري، علاش انا متقبلتهاش انا صغيره وانا هادي وما درتش والو، فهمتي؟ ما قدرتش. ولكن دابا الحمد لله ملي مشيت لقيت ناس صغار مني، ناس كبار مني، عادي. غير هي الماده خويا، هاد المرض كيبغي الماده، كيبغي المصاريف. ريساتك حيت ماشي ديال الناس محسنين. شنو تبغي تقول لي؟ ريساتك الناس محسنين شنو تبغي تقول لي؟ كنطلب من المحسنين المحسنين واي واحد كيشوف هذا الفيديو وعنده قادر باش يعاونني يعاونني. انا والله محتاجه المعاونه ديالكم، ومحتاجه والله. عند الحساب دابا جوج كنمشي ما كنخلصهمش، كتقول لي الدكتوره ديالي غير جي غير ما تمنكيش، عمرني ما غنرجع، غير جي ما تمنكيش حتى تكون عندك وجيبي لي. دابا ما خايفه نرجع لهذيك الحاله عاوتاني، نبقى غادا وكنتنفخ ما نلقاش باش ماما هي ما شيء. هذا خويا دابا عاونوني الناس، درتو 90000 ريال، بقى خاصني دابا المكان، ضروري خاصني المكان تحيده. حافظ الرقم الهاتف ديالك؟ رقم التليفون ولا رقم التليفون؟ 06 91 93 28 93.